Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mes amis, je vous montre comment je congèle mes tomates et mes herbes vertes, c'est-à-dire persil ou coriandre, ma façon de le congeler. Tout d'abord, j'ai lavé mes tomates avec l'eau bouillante. J'ai ajouté du vinaigre. Je l'ai laissé 10 minutes dans l'eau chaude et avec le vinaigre. Et après, on va les mixer. Et les persils, pareil, je les ai lavés avec du vinaigre. مرحبا بكم صحابي وحبابي في كوجين مليء. اليوم مش نوريكم كيفاش نصبر طماطم ونحطها كونجلي. طماطم الكعب والمعدنوس والترافس والقصبر. انا اليوم مش نحط المعدنوس والقصبر ونوريكم الطريقة متاعي كيفاش نحضر الطماطم متاعي. غليت الماء وحطيت فيه الخل عرفتين ولا ثلاثة وخليهم مدة 10 دقائق في الماء السخون باش ينحي الميكروب وينحي كل شيء موجود في طماطم خاطر نحطوها من المارشي تعرف الناس تمس وكل شيء ونيفيت لي بروبليم. والمعدنوس كيف كيف شلته بشويه خل والقصبر كيف كيف شلتهم بشويه خل وسقطروا وتوا مش نرخوهم ونحطوهم في العلب هذوما ونحطوهم في الكونجيلاتور وقت نستحقوا نجدوا. كما تعرفوا ساعات الطماطم ماهيش ديما موجوده وخاصة كي نبدو مش نحضروا بيتزا ولا حاجات فيها الصوص نتاع الطماطم به برشا كي تبدا عنا طماطم كونجلي. واذا كان عندكم طماطم كونسونتري راكم تزيدوا تحطوها شويه. اذا كان طماطم ديما سا ديبون صوص كيفاش تحضروه. اذا كان تحضروا الصوص وتحطوا فيها طماطم كونسونتري زاد كيف كيف او ميم طون تحطوا في الطابع هذاك طماطم كعب وزيدوا عليها طماطم الحكك وترخوهم مع بعضهم وكل مره وقت حاجتك تجبد معناها ما فهمش حتى مشكله واش تحيب الشرب نتاعك سورتو لاسكون بريبار مي زامي نوتر سوب اون ا بيزوان دو توجور des tomates fraîches et de coriandre, persil, toujours, toujours, comme ça, dans le congélateur, on a et on sait comment la congeler. Suivez-moi. Et comme vous avez vu dans la première vidéo, j'ai montré comment je l'ai mis dans les sachets congélation et je l'ai mis dans mon congélation. Maintenant, je vais mixer mes tomates. طماطم بصفتها تغسلت بالماء السخون تنجموا تنحوا لها القشره تنجموا تخلوها القشره. انا نخليها الحقيقه القشره ما نحيهاش ونحط تغسلت بالماء السخون محسوب تعرفوا طماطم تحب بي خاصه البيتزا تفوقوا الصوص نتاعكم اللي تحضروها كي ما تحبوا انتم تحضروا البيتزا تزيدوها العشيه اللي تحبوا تزيدوها سي اون لو بريبار بور البيتزا اون اجوت لارب دو بروفونس سي فو سويتي. Moi, je le prépare, je le laisse comme elle est. Comme ça, lorsque je suis pressée, je sais, je peux l'utiliser pour tout. Voilà. Et tomate est très hot. Moi, j'ai bien fait une tomate de tête hamra. Je te dis comme bien. الصوص نتاعكم واذا كان تحبوا تزيدوا طماطم كونسونتري تزيدوا هذه نستعملها للبيتزا نحي تاع البيتزا على شيره لي طومات كي جي ميكسي اي جو في ليتيليزي بور البيتزا جاجوت لاربور دو بروفونس نتاع البيتزا نزيدوها اللفاح نتاعكم المستنسين تعملوه في البيتزا. انا الحشيش هذيك الزعتر والكليل الكل نحطهم بالطريقه هذيا ونبدا متهنيه وقت الحشي باش نجبد باش نحضر البيتزا نتاعي ما عنديش حتى مشكل. نسكر الحكه نتاعي جو بخون بتي بلاتو كوم سا اي جو لو ميت دون بور كو جو بو لو ميتر او كونجيلاتور ترانكيلمون. ناخذ بلاتو صغير اي حاجه بلاتو تحطوه في الكونجيلاتور باش ما يتكبلكمش حتى التجمد بعد نحوها ولا هم فالو ميتر كونجيلاتور. نختو القصبر نتاعي ولا المعدنوس انا خلطهم مع بعضهم مش ميلونج كوريوند اي بيرسيل انسامبل توجور جيتيليز موتي موتي اي جو لو ميكس باغي في لا ميم شوز. المعدنوس تاعنا تنحى واذا كان الميكسير نتاعنا ميرحيش بالقدا نزيدو شويه ماء باش نجمو نربطو المعدنوس نتاعنا
تحضرهم بالطريقه هذه، خاصه وقت نحضروا الحريره سورتو لاكسون بريبار لا غي الحريره او الشوربه. اون ا بيزوين دو بيرسيل دو كوريون، اون ا بيزوين لا فان للبريك وسي رمضان كي تعرفوا قرب. حضروا باش ما نبقوش عندنا مشكله، خاصه الناس اللي تخدم راهم ما عندهمش مشكل، ساكن ما عندهمش الوقت باش يعملوا المارشي. حاجه روعه ونأكد لكم اخر ما تكمل الشوربه بتاعتكم تحطوا طابع تجيكم منين الشوربه، وخاصه مع دوس مرحي حاضر ما عندكمش حتى مشكله. Voilà mes amis, ça y est, j'ai préparé mes tomates et mes persil coriandre. Comme vous voyez, vous avez vu, c'est très facile de congeler les légumes, n'importe quel légume, c'est très facile et c'est très bien lorsqu'on a des choses qui sont préparées d'avance. Voilà qui me chauffe, صحابي وحبيبي الطماطم نتاعي كيفاش صبرتها وبالطريقه كيفاش صبرناها. سهله برشا، ما تطلبش برشا وقت، به برشا وقت اللي يبدا قبل برمضان نحضروا حاجات بسيطه بكل وراه يتعاوننا ونستخفوا بها برشا، خاصه معدنوس نستعملوا المغرب العربي يستعمل ياسر المعدنوس والقصبر في الشوربه في البريك نستعملوهم ياسر وتحضروهم بالطريقه دي. ناكد لكم راهي طريقه تحفونا برشا وما تطلبش برشا وقت. ان شاء الله عجبتكم الطريقه وان شاء الله تجربوها في دياركم. ما تنسوش تحطوا جيم وتحطوا ابوني. تسلموا، ان شاء الله تقابلوا في رسالة اخرى ويدي اخرى. تسلموا.